للمزيد حول الغضب الشعبي المتزايد ضد الحكومة في بغداد على خلفية فاجعة مستشفى الحسين الجامعي والتي راح ضحيتها المئات، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات محمد الخياط. سيدي محمد، بداية مرحبا بك. أقمتم الخيام في ساحة الحبوبي على خلفية الغضب المتصاعد ضد الحكومة في بغداد بعد فاجعة مستشفى الحسين، ما هو الهدف من الاعتصام في ساحة الحبوبي؟ شكرا جزيلا لكم واخي العزيز ومشاهديكم الكرام. الحقيقه الخيام عادت الى ساحه الحبوب من جديد، وهي كانت اصلا موجوده لولا يعني بعض الجهات الحكوميه وخليت الازمه التي جاءت الى الناصريه خلقت ازمه. والتظاهرات هي مستمره اساسا يعني قبل هذا الحادث، والان عادت بقوه بعد ما جرى اهمال وقتل متعمد للمرضى الراقدين في المستشفى العام. والحقيقة هو دلالة على فشل هذه الكتل والأحزاب وهذه الحكومة المسيرة من قبل هذه الكتل والأحزاب الفاشلة والفاسدة. لذلك نحن حين خرجنا إلى التظاهرات خرجنا لسعادة بلدنا وطننا من هذه الأحزاب التي أوغلت كثيرا بدماء العراقيين وقتلت العديد من العراقيين، خاصة هنا في محافظة ديقار التي يدفع إلى ثمن معارضتهم لهذه الأحزاب الطائفية. يعني أنتم المتظاهرون تتهمون الأحزاب بذلك؟ نعم، هو صراع سياسي. كل عزيز الذي يجري في محافظة ديقار كل هذه الدماء وكل هذه الأرواح الطاهرة التي زرقت هنا في محافظة ديقار نتيجة الصراع بين الكتل والأحزاب على المصالح والمغانم وسرقة المال العام. هذا هو الذي يجري هنا في محافظة ديقار. نحن كمتظاهرين سنين حقيقة لا علاقة لنا بما يجري. نحن خرجنا ضد هذه المنظومة السياسية الفاشلة، خرجنا من أجل إعادة بلدنا وإعادة الحياة في هذه للناس الفقراء الذين يعانون كثيرا من هذه الاحزاب التي حقيقه لا تعمل لصالح العراقيين. لم نرى اي حزب ولا اي كيان ولا اي قائد ولا كل هذه المسميات والعواوين التي تعمل هنا في العراق، لم نرى منها اي عمل او اي قرار يصب في مصلحه الفقراء، في مصلحه الناس التي يعني تتجول في الشوارع من اجل الحصول على لقمه العيش البسيطه. لذلك هذا الذي جرى ونتيجه هذه التراكمات العديده خلال هذه السنوات. نعم. سيد محمد، تطالبون بمحاسبه المتورطين بفاجعه مستشفى الحسين. يعني الكاظمي ربما قادر وربما غير قادر على محاسبه المسؤولين في ظل المحاصصه التي تحكم العراق. ماذا لو لم يستطع الكاظمي محاسبه احد؟ اخي العزيز، حقيقه الكاظمي نحن لا نعول الكاظمي لكون الكاظمي هو اساسا جاء نتيجه هذه المحاصصه السياسيه بين الكتل والاحزاب. نتيجه الذي جاء بالكاظمي هي التيار السني سائرون الفتح، وهذه قضيه معروفه. والذي يجري الجهات المهيمنه هنا في الناصريه هي هذه الجهات التي تحاول خلق هذه الفوضى، وهي مقصوده ايضا خلق هذه الفوضى في المحافظه هي مقصوده. نحن لدينا اساليبنا السلميه، نحن خرجنا سلميون الى ساحات التظاهر ولا زلنا لدينا العصيان المدني ولدينا الاحتجاجات السلميه ولدينا كل الامور نستطيع ان نمارسها هنا في المحافظه. حقيقه هذه الخيام التي تم نصبها في ساحه الحبوبي هي بدايه للعصيان المدني، والعصيان المدني مسموح به ضمن القانون وضمن الدستور الذين كتبوه هم. لذلك نحن نستغل كل الوسائل المتاحه لنا في سبيل رفض هذه العمليه والقصاص من القتلة القصاص. وتتعرف جيدا بان الذي جرى في الناصريه سبق ان ايضا تعرضنا له على جسر الزيتون في عام في تشرين الاول عام 2019، نفس الحاله الان تعاد بطريقه اخرى. كان هناك قتل بالسلاح السلاح الآلي، واليوم القتل من خلال هذا الحريق المتعمد. سيد محمد، يعني المشكلة أنه على الرغم يعني كل الكتل السياسية، كل شركاء العملية السياسية كلهم يلقون كل شيء على الفساد الحكومي، هم يقولون كل ذلك بسبب الفساد الحكومي، ولكن ما هي الجهود التي بذلت من أجل محاربة الفساد؟ لماذا الفساد منتشر ومستمر في العراق؟ حقيقة أولا هي الحكومة من أين جاءت؟ هي الحكومة نتاج هذه المنظومة السياسية القاتلة. هي الحكومة جاءت من رحم هذه العملية المحاصصة. هي الحكومة جاءت بأوامر من قادة هذه الكتل والأحزاب. هي الحكومة أصلا مسيرة من قبل هؤلاء. إذا لما يدعي أحدهم بأن الفساد حكومي هو من الحكومة. الأحزاب هي مسيرة، يعني نعرف جيدا هنا في الناصرية وفي كل العراق كل الشعب العراقي، أغلبية العراقيين
يعرفون جيدا بان الوزارات الان هي تحت هيمنه هذه الاحزاب، والفساد هي في هذه الوزارات. يعني هم يريدون ان يفسرون الامور وفق مزاجهم وفق اقوالهم، لكننا نعرف الشعب يعي جيدا بعد 18 سنه من حكم هذه الاحزاب، نعرف جيدا ما الذي يجري، نعرف بان وزاره الصحه لمن؟ لسائرون، نعرف جيدا بان وزاره الداخليه مسيره بهذه للفتح، ونعرف جيدا بان وزاره الكهرباء لمن؟ لا، كل شيء واضح لنا، نعرف بان الذي يجري هو صراع على هذه الوزارات، نعرف بان التيار السبي حين يحارب الوزاره الفلانيه لا من اجل مصلحه المواطن، بل من اجل الهيمنه على هذه الوزاره والقيام باعمال مناهضه لهذه الوزاره في سبيل الحصول على المزيد من المكاسب والمغانم والمصالح الحزبيه والشخصيه الضيقه. كل شيء واضح لنا استاذ العزيز، كل شيء بالنسبه للعراقيين، لاغلب العراقيين، لا اقول كل العراقيين، بسبب ان البعض مستفاد من هذه الاحزاب، لذلك تراه بانه يسكت عن ما يجري. ونحن مع هذا نقول لدينا العزيمه ولدينا الاصرار ولدينا المواصله ولدينا الروح الوطنيه، صدور المعامله بالروح الوطنيه، نبقى مستمرون في تظاهراتنا لحين تغيير كل هذا الطاقم السياسي الفاسد والفاسد الذي لم يقدم شيء للعراقيين طيله هذه السنوات التي سيطروا فيها على كل الوزارات. اقول لك اذا اسمح لي يعني تعقيد بسيط، اقول لك بصراحه بان الذي يجري كل الذي يجري هو يعني صراع سياسي، سواء حتى الاتهامات التي يتم اطلاقها على بعض المتظاهرين ما هو الا صراع سياسي في سبيل البقاء اطول فتره ممكنه والحصول على المزيد من المكاسب والامتيازات في ظل هذه الحكومه الفاسده التي جاءت للرحم المحاصصه الفاسده. نعم من الناصريه الناشط في التظاهرات السيد محمد الخياط، شكرا جزيلا لك.